الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. نواصل على بركة الله عز وجل حفظنا لسورة الشعراء، وإن شاء الله تعالى في هذه الحصة سوف نتعلم من الآية 22 إلى الآية رقم 77 من نفس السورة، فعلى بركة الله عز وجل مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون وما رب العالمين. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال من حوله ألا تستمعون. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال رب المشرق والمغرب وما قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. نعود من أول ثمن. قال فرعون وما رب العالمين. موقنين تعقلون فيما بعد، ركزوا شوية نعاودوا. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. نعم. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ونزع يده فإذا
أول الثمن. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. نعم. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. نعم. قال: ولو جئتك بشيء مبين. قال: فأت به إن كنت من الصادقين. واصل. نعم. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. قالوا: وابعث في المدائن حاشرين. قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل سحار عليم. يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ وقيل لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. نعم. قال: أولو جئتك بشيء مبين. قال: فأت به.
ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون امشي قالوا أرجه وأخاه وأعف البدائل عاشرين نعم يأتوك بكل سحار عليم واصل فجمع السحرة لميقات يوم معلوم نعم وقيل للناس أن أنتم مجتمعون نعم السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين مرة ثالثة فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون أعيدوها فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون أعيدوها فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون
آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. قال نعم فلسوف تعلمون. قال آمنتم تحقيق التسهيل بعد إدخال آمنتم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. أعيدوها. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. نعودها. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. أعيدوها. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. أعيدوها. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون. وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون. زيد. وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
إن هؤلاء لشرذمة قليلون. شرذمة قليلون. إن هؤلاء شرذمة قليلون. وإنهم لنا لغائظون. وإن لجميع حذرون. ردوا بالنا، حذرون حذرون حفص ومن معه قالون حذرون بلا مد. نعاود، وإنا لجميع حذرون. أعيد، فأخرجناهم من جنات وعيون. فأخرجناهم من جنات وعيون. وكنوز ومقام كريم. وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. نعودها، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن
معه أجمعين. أغرقنا الآخرين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك لآية. صح. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قالوا يسمعونكم إذ تدعون. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. أو ينفعونكم أو يضرون. أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا يفعلون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. وآباؤكم الأقدمون. أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرج.
يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ نعم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. نعم. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. نعم. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. امشي. عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟
قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. بارك الله فيكم. وننتقل إلى القراءة الفردية. الله كريم. قال فرعون وما رب العالمين؟ أي قال رب السماوات والأرض وما بينهما قال لمن حوله ألا تستمعون؟ أين؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. أين؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. صح. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما تعقلون؟ نعم. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. نعم. قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا بسحره شعراء زائلة بسحره نعم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ فتح الله عليك. كيف بارك الله فيك. شكرا. بسحره كيف الشعراء باقي في الشاي كمل هاي. بارك الله فيك سيدي. هاي مرحبا يا شيخ. يا الله يا كريم. قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا غالبين. فلما جاء السحرة قالوا فخم الرأي السحرة قالوا فلم أعيدها. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال نعم عيدها. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. نعم. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه
كافي يا شيخ، بارك الله فيك، الله يفتح عليك، الله ينفع بيك، احسنت، مرحبا، اهلا وسهلا، لا باس يا تفضل. قالوا لا غير، انا الى ربنا منقلبون، انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين. واوحينا الى موسى ان اسلم عبادي انكم متبعون. فارسل فرعون في المدائن حاشرين. ما شاء الله احسنت، جزاك الله كل خير، يا ما شاء الله احسنت، نعم مرحبا، اهلا وسهلا. الله. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما قال لمن حوله ألا تستمعون؟ نعم. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. نعم. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولم جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء. كافي خناني، بارك الله فيك، جزاكم الله كل خير، ممتاز سيدي، يا مرحبا، اهلا وسهلا، اي نعم.
يا أهلا وسهلا. مرحبا. وعليكم السلام. سبحانك لا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا أرجه وأخاه. يلا قول سيدي. قالوا أرجه. مش أرجه أر لا أرجه أر فخم الراء. أرجه. ما فيهاش مد الهاء هنا ما نمدوهاش. قالوا أرجه وأخاه. أرجه وأخاه. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. أي نعم. سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس وقيل لين كسرة اللام وضح الحركة. للناس هل أنتم مجتمعون. مج ألقى للجيم الساكنة من قطب جاد. مش مج. وين القلقنا؟ مج. مش مجتمعون. لا مج. وقيل للناس هل قلق القلق. موج أج قل أج صحيح. مجتمعون. مجتمعون. صحيح. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. أي نعم. فلما جاء السحرة قالوا. مش سحرة قالوا. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن. لا لا لحظة. قول آين. شو حقق؟ جيب ألف مد يعني. آين. آين لنا. آين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. صحيح. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. أي نعم. فألقي السحرة ساجدين. سحرة ساجدين فخم الراء. السحرة ساجدين. أي نعم. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمن. مش هكا حفص قالون يقول قال يحقق ويسهل الثانية بين بين شو آمنتم. آمنتم مش آمنتم. قال اسمعها مني. قال آمنتم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. السحر. فلسوف تعلمون. لأقطعن. لأقطعن. فخر الطاء. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. كافي. بارك الله فيك. أحسن الله إليك. شكرا يا مرحبا. شكون بعد؟ تفضل. أهلا وسهلا. السلام عليكم. فهو أشبه معك. قالوا لا غير. رقق الرأش. لا غير. قالوا لا غير. مش لا غير. لا لا غير. لا غير. إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا موسى. أنا هكا وين وين المد بتاع موسى؟ موسى مش موسى. أنا ضرب مد. أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون. الميم في الميم إدغام متماثل. إنكم متبعون. إنكم متبعون. صحيح. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. أي هؤلاء لشرذمة
حذرون حذرون فأخرج قلق الجيم من جنات وعيون أي وكنوز ومقام كريم أي كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب سكن الضاد تقول أن يضرب بعصاك فأوحينا إلى موسى أن اضرب موسى أن معلش مد المد موسى كما قلت مو جيسى نفس المد نعم قول فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق مش فن ما تظهرش النون فانفلق فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أي. وأزدفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين أي. ثم أغرقنا سكن الغين ما تقلقلش الغين اسمعني ثم في لحظة سيدي اسمعني صلح ثم أغرقنا الآخرين قول ثم أغرقنا مش أغى أغ سكنة قول أغرقنا الآخرين أغرقنا باقي تقلق أغى قول أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين كافي بارك الله فيك شكرا يا مرحبا اللي بعده سيدي يا معين قل فأوحينا إلى موسى ابدأ من هناك أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان طبعا فرقا فيها الوجهان فيها الترقيق والتفخيم كلمة فرق ابن الجزري ايش قال في الجزري اخونا علي كملت او نزلت قال والخلف في فرق لكسر يوجد والخلف في فرق في كلمة فرق لكسر يوجد الكسر اللي يحكي عليه هو متاع القاف فرق قال فيها الخلاف فيها الترقيق وفيها التفخيم فنقرأها فر ونقرأها أيضا فر الاثنين صحاح أيهما نقدم الترقيق فرق فرق واضح يلا قولي جيب الاثنين أنت فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم جيب لنا التفخيم في الراء فكان من هناك فكان كل فرق كالطود العظيم هكذا وأزلفنا ثم الآخرين مش الآخرين وأزلفنا ثم الآخرين أي وأنجينا موسى ومن معه أجمعين أي ثم أغرقنا الآخرين أي ذلك لآية صح وما كان أكثرهم مؤمنين ضم الميم مؤمنين مو وما كان أكثرهم مؤمنين أي وإن ربك لهو العزيز الرحيم أي نعم واتل عليهم نبأ إبراهيم أي نعم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون صح قالوا نعبد أصناما فنظل لها
أي. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أي. أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. صحيح. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. بارك الله فيك، شكرا، ممتاز، أحسن، جيد. يا مرحبا، هاي تفضلين. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. ابدأي. قال فرعون وأنا رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. لا في عقل نكست. أي ربك. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. أي نعم. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. أي. قال أولو جئتك بشيء مبين. أي. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال لمن حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا؟ بسحره من كلمات الصلة بسحره فماذا؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ كافي، بارك الله فيك، حسن، يا مرحبا. يا سيدي اللي بعد، وين؟ شكون؟ أيوا، عليكم السلام، مرحبا، تفضل. قالوا أرجه وأخاه. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة ميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال لا مش آمن تقول آمنتم آمنتم. قال آمنتم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف
خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فتح الله عليك، ما شاء الله عليك، أحسن، جيد تحسن، ما شاء الله. نعم ما شاء الله. وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون. نعم. تنوين في الواو مع الغنة، إدغام مع الغنة. وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم أي. فلما ترى الجمعان قال فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي نعمل الغنة فقط، فمش مد إن معي. قال كلا، عيدها. إن معي ربي سيهدين. كافي، بارك الله فيك وربي يفتح عليك. يا مرحبا. اللي بعده. أهلا وسهلا سيدي، يا مرحبا. الله. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزفنا ثم الآخرين، وأنجينا إخفاء النون مع وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. أجمعين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. إيه نعم. ثم أغرقنا. قلقلش الغي، مش أغرق أغا، لا، أغرقنا القلقلة في القاف مش في الغي. ثم أغرقنا الآخرين. ثم أغرقنا الآخرين. أي. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم.
قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين فنظل لها عاكفين. أيوة. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فتح الله عليكم جزاكم الله كل خير. ما شاء الله في تحسن ما شاء الله. حسنت يا ما شاء الله عليك. نعم سيدي علي بش نجيب. طيب مش يقرأ شوية؟ حاضر. طيب مرحبا ما شاء الله. عايز. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال نعم. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلى قال لئن اتخذت إلى غيري لأجعلنك المسجونين. نعم. قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين. كافي سيدي بارك الله فيك. ممتاز يا ما شاء الله لي. أحسنت تبارك الرحمن ما شاء الله لك. ما شاء الله لي أخونا ربي بارك له عنده وليدات ما شاء الله تربية وأخلاق ماشيين في منهج إن شاء الله سليم بإذن الله. ربي بارك لك فيه هنيئا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين هنيئا. لا يشترى بمال. وقت اللي تشوف وليداتك وبنياتك ماشيين في ثنية صحيحة هذه من أعظم النعم اللي تحمد ربي عليها خاصة في هذا الزمان اللي نحن فيه توا. ما شاء الله عليهم ربي يحفظهم إن شاء الله بيبارك فيهم إن شاء الله. آية ستقول يأتوك لا أعاود من أول الآية. قالوا أرجه وأخاه حسب المعنى يا قالوا أرجه قالوا أرجه وأخاه ترقيق الهمزة. قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدى في كسرة الفاء. قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدى يأتوك بكل سحار عليم. أي نعم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. أي. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ أي. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. أي نعم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون آئن ما تزرش فتح صحيح لنا لأجرا لأجرا ف...
فخ من راء لأجرا إن كنا. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. أي نعم. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وهارون. قال آمنت. لا مش آمنت. قال آمنت. قال آمنت. آمنتم. قال آمنت. ما تمدش لولا. قول آمنتم. لولا ما فيهاش مد. تعملش فيها مد. مش آمنتم. لا. قول قال آمنتم. 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 مد الثانية. الثانية هي الممدودة. لولا محقة. آمنتم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فتح الله عليكم بارك الله فيك وأحسن الله إليك سيدي لبعض. سبحانك بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لا ضير إنا إلى مد المد. أعمل غنة في النون ومدها. إنا إلى. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. ربنا فيها مد مش ربنا لم. ربنا فيها مد. إنا إلى ربنا منقلبون. 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 صحيح. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. ربنا مد هذا المدود أهم شيء المدود الطبيعية. ربنا مش ربنا خطايا. ربنا خطايانا. راعي المدود. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. أول المؤمنين. أول المؤمنين. نعم. وأوحينا إلى موسى أن اسري. أن اسري. وأوحينا إلى موسى أن اسري. مش موسى أن اسري. موسى أن اسري. بين الهمز. وأوحينا إلى موسى أن اسري. فيش مد الراء. مش أن اسري بي. أن اسري بعبادي. أن اسري بعبادي. فأرسل فأرسل فرعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. مش حاشرين. حاشرين. رقق الحاء. فأرسل فخي مرة. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. نعم. إنا أولئك شرذمة قليلون. وإنهم لنا وإنا مد يا شيخ. إنا لجميع حذرون. فأخرجناهم. سكن الخاء. فأخرجناهم. من جنات. من اخف النون مع الغنة. من جنات. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وكنوز و
وزيوة وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني وأورثناها بني مد وأورثناها فأتبعوهم بالهمزة فلما ترى الجمعان مد علش المد كيك فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين مش ربي يعد ربي سفيش يعد قال كلا إن معي ربي سيهدين ربي زيد عود هاي قال كلا ربي وكفى مد ديك قال كلا إن معي ربي سيهدين صحيح بارك الله فيك أهم شيء الانتباه للمدود الغنان والأشياء توجيه فيما بعد والقلق أما المد الطبيعي يكسر الكرايم والله ثم أيما هكا تقرأ ساعات تصلي في جامع نخرج أنا من الصلاة يبدأ يقرأ هكا خاصة الكوارث بتاع المدود الطبيعية يغير المعنى يهلكها الدنيا طيب سيدي بارك الله فيك شكرا اي نعم مش نزو مش صلي بالعباد امانة اخي هي منصب هي تعرفش تقرأ ما تصليش بالعباد ساعات تبدأ مسافر ولا كذا وتصلي تدخل تلقاه يدقدق في القرآن دقديق تدخل نعطيه مش ناخذ له عصا ونعطيه خاطر كل شيء يتقنوه راه كان يحب يعمل مشروع ولا بشي بني دار ولا بشي يعمل اي حاجة يتقنها يرجلها حتى الرخامة معوجة شوي لازم يرجلها لا مش هي الدين عادي إيش لزك على الإمام ما تعرفش تقرأ ما تصليش بالعباد تعرفش تقرأ ماكش حافظ ما حليه أنت تتحط في القبر وربي أشد عذابا يوم القيامة يتقدم للإمام هو يدقدق في كلام ربي حرام عليك أي نعم برا تعلم تصليش بالعباد أنت تقرأ خاصة هالمدود هذه إن لله وإن حتى ولو يكتبوا فاكك إن لله وإن إليه راجعون يودي تغير المعنى نعم يلا ربي يصلح الحال امشي فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصا أن يضرب بعصاك البحر فانفلق ما تلصقش فن الفن ماهوش في الجامعة حتى الامتحانات قال لك في السيزيان جابوا لهم على السطيح والرديع المسرح وغناء ديما حتى الامتحانات رابطينها بالمسرح والسطيح والرديع امشي سيدي فانفلق فكان كل فرق كالطوف العظيم أمشي. وأزلفنا ثم الآخرين وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين أمشي. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم هكذا نعم واتل عليهم نبأ
واتل عليهم نبأ إبراهيم. نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون فقلش الذال مش إذا تدع إذ تدعون سكن الذال. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. أي نعم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم ليعدوا. لا عدو رب الصحيح. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. رب العالمين جيني في الفاتحة تولي تقول الحمد لله رب العالمين رب العالمين كما هنا سيدي شيخ إلا رب العالمين رب العالمين زيد عودها فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. بارك الله فيكم وفقكم الله. يا مرحبا سيدي اللي بعده. اللهم السلام. نعم نكمل سمش تكرار مو كما تبتلو ركزوا على الصورة هذه فقط. بسم الله. أي قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها فخم الخال إن اتخذت إلها قال لئن اتخذت إلها غيري إلها غيري أظهر التنوين عند حرف الغين. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. المسجونين لأجعلنك من المسجونين. أي قال أولو جئتك بشيء مبين. أي قال فأت به إن كنت من الصادقين. أي نعم. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. أي نعم. ونزع يده فإذا هي بيضاء. نعم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه والعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. كافي سيدي بارك الله فيكم أحسن الله إليك شكرا. يا مرحبا الله يوفق إن شاء الله. لبعض سيدي الله
قالوا أرجه وأخاه. ابدأ من هناك. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدى في المدى المدائن حاشرين أي يأتوك بكل سحار عليم أي فجمع السحرة لميقات يوم معلوم أي نعم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين أي نعم فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنا لا آمن قال آمنا بدي أشلونا آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أيوة فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين فتح الله عليكم ممتاز ما شاء الله عليك حسن جيد ما شاء الله أي أخونا محمد أهلين وسهلين يا محمد قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا بارك الله فيكم ممتاز احسنتم سيدي شكرا ان شاء الله سيدي اللي بعد وين سي محمد اي تفضل يا معين
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إبراهيم مش نبأ إبراهيم يلا واتلو عليهم عليه السلام. نعم قال لأبيه وقومه ما تعبدون امشي قالوا نعبد أصناما إخفاء التنوين مع الغنى نعبد أصناما فنظل لها أي؟ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أي؟ أو ينفعونكم أو يضرون أي؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم سهلا أفرأيتم أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فتح الله عليكم وثبتكم الله. شكرا يا مرحبا اللي بعده سيدي نزل عنا شوي وقت 10 دقائق نكمل إن شاء الله. هاي اللي بعده أخونا سليم هاي هاي إن شاء الله فاتحة نختم به حاضر نكمل الإخوة ساعة إن شاء الله. هاي قال في وما رب العالمين هي. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. نعم قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين. ربي بارك فيك يا دكتور. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. أي قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. أي نعم. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. كافي يا شيخ بارك الله فيك ونسلم الله ينفع بك إن شاء الله. هاي سن زاري يا الله يا معين ما شاء الله. أي فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. أي وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. أي لعلنا نتبع السحرة كانوا الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين.
فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف السحر فها وقف السحر وريح نفسي إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. أي نعم. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبن أجمعين. الله ينفع بيك، بارك الله فيك، جزاكم الله كل خير، احسنت. اللي بعده سيدي ان شاء الله لا بأس. يا مرحبا. نعم اهلا وسهلا. واصلي. قالوا لا ضير. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا لجميع حذرون. فأخرجناهم جنات وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى جمال قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأسلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. كافي سيدي، بارك الله فيك، حسن الله إليكم. يا مرحبا سيدي، نختم بها في بركة ما شاء الله. أهلا وسهلا. هاي سيدي أقرأ. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين.
جزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم جميعا. هاي تفضل، نختم بالفاتحة إن شاء الله ربي يفتح علينا نسكن. هاي تفضل، ما شاء الله. هاي اي نعم ما شاء الله، تلميذك هاي ما شاء الله، هاي ما شاء الله، ربي يحفظ ان شاء الله. ما شاء الله. هاي سيدي الرحمن الرحيم، هز شوية راسك هكا واقرا عادي، هو يخطف الميكرو. صحي. أيوة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد. إياك نعبد، إياك. إياك نعبد. مش إياك. إياك. إياك نعبد وإياك نستعين. صحيح. الصراط المستقيم. المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب، يا قل غير المغضوب آمين. بارك الله فيك، ممتاز، يعطيك الصحة ما شاء الله. لازمنا ديما نعودوهم الصغيرات على القراءة. الميزة في الإخوة في ليبيا ديما يشاركوهم هكاي في المسابقات، عندهم المسابقات شهرية، كل شهر يعملوا مسابقة كبرى. علاش؟ باش يعودوا الصغيرات على القراءة، خاطر توا احنا كنشوفوا الصغيرات نتاعنا وقت اللي يخرجوا باش يقراوا يبداو حاشمين، هو راهو طاقة، تلقى عنده طاقة، لكن الحشمة والكذا ناقص له في المستوى نتاعو. لا حتى نسجل ويا عايش ولدي اقرا باش نسجل، هاني باش نصورك، نحيل وك الخوف، نحيل وك الرهبه وكذا. باش كي يقرا يقرا مسترسل، للاسف تشوفهم كيفاش يقريوهم 7 سنين هكا، ذوك الفصاحه اللي يقراو بها وطلاقه اللسان ووضوح الحروف، هذاك الكل ناتج عن عمل. قلت لكم كل شهر يعملوا مسابقه مكافئات الصغيرات وكذا، فهمتني؟ هذا كل تخلي صغيراتنا مهتمين بالقران، الاهتمام بالقران، انه القران هو الاصل. يجيونا ثم صغيرات يجي وهم طاقات، لكن يبدا حاجه يا الحمد لله ما مشكل، يلزم تعود صور واي عايش ولدي يقعد باش تصور، تحبك تقرا بالباهي، نحيلوك الرهبه ونحيلو الخوف، باش يتدرب ويقرا بسم الله الرحمن الرحيم، نحي الخوف. اي نعم، بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله كل خير. خذينا جوزة ثمان خاطر يلزمنا نكملوها ان شاء الله، احنا عندنا العطله نتاعنا في اوت الكل ان شاء الله باش يكون راحه، وبالتالي يلزمنا ناخذ جوز اثمان اليوم لا مفر. نعم ثم العيد زاد كيف كيف، هذاك علاش خذينا جوز اثمان. فنحاولوا كل يوم 5 آيات، كل يوم 5 آيات، 5 آيات تقرا نصف ساعه تخصوا للجديد، ويلزم ديما القديم. توا اللي يكرمهم ربي ب 30 حزب ولا 35 راهو ما اقلش في اليوم من 7 أحزاب، ما تراجع 7 أحزاب ولا 5 أحزاب راك تنسى، باش تعاود تخدم من الاول الجديد، تلقى روحك ضيعت كل شيء، عباره باش تعاود تحفظ من الاول الجديد. فلا بد من المراجعه اليوميه اقل شيء 5 أحزاب، 5 أحزاب فما فوق. يلزم تقول لي ما لقيتش وقت، يلزمك تلقى وقت، نلقاو وقت، وحنا وقتنا ما شاء الله، كي ترى الناس كل ديما العين خضره في الفيسبوك، ديما العين ما تلقاهاش طافية، ديما تشعل خضرة، صحيح ولا؟ أنا طالعين وأنا هابطين، فبالتالي يلزمنا نلقاو قيد للمراجعة. يلزم 5 أحزاب في اليوم، تقسمهم كيما تحب أنت، بعد الصبح كذا، بعد المغرب، بعد العصر، أنت حر، المفيد ما أقلش من 5 أحزاب في اليوم، هذا للقديم، الجديد هكا بال5 آيات، 5 آيات كل يوم تشدهم تقراهم، تعاود تعاود تعاود. بحول الله ربي يفتح علينا وعليكم جميعا، جزاكم الله كل خير ونفع الله بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا مرحبا.